مرحبا بكم من جديد أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات. نقف اليوم بحول الله عز وجل عند درس جديد، وهو متمثل في إجراء نموذج فرد شامل في مكونات الوحدة الرابعة المعنونة بالمجال الاجتماعي الاقتصادي. كنا قد توقفنا في حصة ماضية عند مراجعة شاملة لهذه الوحدة، سنقف اليوم عند نموذج فرد في مكونات هذه الوحدة. وكما تعلمون بأن مكونات اللغة العربية هي ثلاثة مكونات، لدينا أولا مكون القراءات، ثم مكون الدرس اللغوي، بالإضافة إلى مكون التعبير والإنشاء. إذا نمر بحول الله عند أو لنقف عند نص الانطلاق. يعني أول عملية نقوم بها هو قراءة هذا النص قراءة جيدة. إذا جاء في النص: فمهمة البيت إذن عظيمة جدا، لأنها هي التي تعلمنا مبادئ كل شيء نتلقاه في هذا الوجود. فبقدر ما يكون البيت كامل الوسائل مستوفي الشروط، يستطيع الناشئون فيه أن يخرجوا للعالم وهم على مسكة عظيمة من الاستعداد لاستكمال معلوماتهم واستكمال الخميرة البيتية التي هي رأس مالهم في الحياة. ولذلك فإن الذين يعبرون عن البيت بمهد المعرفة الأول وعن ربة البيت بالمدرسة الأولى هم صادقون في تعبيرهم إلى أبعد حدود الصدق. فالبيت هو الذي يعلمنا قبل كل شيء اللغة التي نتكلم بها، وبفضل مجهودات العائلة نحصل على وسائل المخاطبة في وسط تزدحم فيه اللغات وتكثر في مناطقه اللهجات. النص مأخوذ من كتاب النقد الذاتي للكاتب والمؤلف المغربي علال الفاسي، مطبعة الرسالة 79900 صفحة 320 بتصرف. إذا كان هذا هو نص الانطلاق. إذا نمر إلى أسئلة مجال القراءة. وبطبيعة الحال هذه الأسئلة وضعت وفقا للإطار المرجعي لوضع الفروض والامتحانات. إذا أول سؤال: اقترع عنوانا للنص. بطبيعة الحال نقرأ النص قراءة جيدة ثم نحاول أن نضع له عنوانا مناسبا له. ثاني سؤال: حدد مجال النص بوضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذا لديكم ثلاثة اختيارات. الاختيار الأول: هل النص ينتمي للمجال السكاني أم المجال الاجتماعي أم المجال الحضاري. ثالث سؤال: اشرح بالضبط. بالنسبة للسؤال الثالث الذي يدخل داخل أو ضمن مرحلة الفهم، فالسؤال قد يطلب منكم أن تشرحوا بالمرادف وقد يطلب منكم أن تشرحوا بالضد. فهنا المطلوب هو أن تشرحوا هذه الكلمات بالضد: كامل ضدها، صادقون ضدها. السؤال الرابع: حدد الفكرة العامة للنص. طبعا سلم تنقيط أمامكم بالنسبة للسؤال الرابع، نقطة على السؤال. بالنسبة للسؤال الخامس: استخرج من النص أربعة ألفاظ أو عبارات تدل على مجال النص. لا بأس أن يستخرج التلميذ إما لفظة أو عبارة. المجال الذي ستحدده في السؤال الثاني المطلوب أن تستخرج أربعة ألفاظ أو عبارات تنسجم مع هذا المجال الذي ستحدده مسبقا. السؤال السادس: لماذا اعتبر البيت مهد المعرفة الأول؟ طبعا الجواب يوجد في النص. السؤال السابع: ما القيمة التي يمكن استخلاصها من النص؟ استدل عليها بما يناسب من النص. المطلوب هو تحديد القيمة، لأن كل نص يحمل العديد من القيم. إذا المطلوب هو أن تحدد قيمة من قيم النص مستدلا عليها بما يناسبها من النص. سؤال أخير: لخص النص بأسلوبك الخاص مبديا رأيك الشخصي في الموضوع. يعني أن تعيد أفكار النص وفق تلخيص مركز مبرزا موضوع رأيك في الموضوع. هذه كل الأسئلة أو هذه الأسئلة المتعلقة بالمجال الأول، مجال القراءة، التي يعني مجموع نقاطها 8 نقاط. نمر إلى مكون الدرس اللغوي. السؤال الأول: اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص. لدينا كلمتين اثنتين سنجيب عنهما، كلمة مبادئ وكلمة الوجود. بالنسبة للسؤال الثاني: يستخرج من النص أربعة أنواع من المعارف وبين نوعها. كنا قد توقفنا في حصة المراجعة عند درس أنواع المعرفة. في هذا السؤال مطلوب أن تستخرج أربعة معارف، والمعرفة كما درستم هي سبعة أنواع. المطلوب أن تستخرج فقط أربعة أنواع وأن تحددوا هذه الأنواع. سؤال ثالث: استخرج من النص جملتين تشتمل الأولى على ضمير متصل والثانية على ضمير منفصل، ثم بين محلهما من الإعراب. وكنا أيضا قد درسنا درس الضمير المتصل والضمير المنفصل وتحدثنا عن الضمائر ومحلها من الإعراب. سؤال الرابع: أجب بلا أو نعم عما يأتي. المعارف سبعة أنواع، نعم أو لا. الضمير المنفصل هو ما ليس له صورة في اللفظ،
يعني تجب بنعم أو لا. الضمير المستتر هو ما له صورة في اللفظ. كذلك العالم من حيث لفظه مفرد ومركب، أن تجيب بنعم أم لا، المعلومة صحيحة أم لا. آخر سؤال ضمن مكون الدرس اللغوي هو أعرب ما يلي: هي مدرسة في التربية، والجملة بطبيعة الحال تحتوي على ضمير منفصل، وقد سبق أن توقفنا عند الضمائر المنفصلة وأنواعها. إذن أعرب ما يلي: هي مدرسة في التربية. نمر إلى مكون التعبير والإنشاء. كنتم قد توقفتم عند دراسة القصاصة، إعداد قصاصة لإعداد جريدة القسم، وتوقفنا عند تعريفها وعند عناصرها. اليوم سنقف عند قصاصة، والمطلوب هو أن تحددوا عناصرها. إذن اقرأ القصاصة التالية واملأ الجدول أسفله بالمطلوب. إذن القصاصة: وضع الأطفال في العالم. في جميع أنحاء العالم يشكل الأطفال ما يقرب من نصف 900 مليون شخص تقريبا، من الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم، وتكافح أسرهم أو أسرهم من أجل تكافح أسرهم من أجل تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية والتغذية اللازمة لتوفر لهم بداية قوية، وترك هذا الحرمان بصمات دائمة. ففي عام 2014 و2000 عانى ما يقرب من 160 مليون طفل من التقزم. وعلى الرغم من التقدم الكبير في معدلات الالتحاق بالمدارس في أجزاء كثيرة من العالم، فقد ازداد عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة الذين هم خارج المدرسة منذ عام 2011 و2000. وفقا لبيانات عام 2013 و2000، بلغ عدد الأطفال والمراهقين الذين يذهبون إلى المدارس حوالي 124 مليون شخص، وترك طفلين من 5 أطفال المدرسة الابتدائية دون أن يتعلم كيفية القراءة والكتابة أو القيام بعملية حسابية أساسية. ويتفاقم هذا التحدي بشكل متزايد من الصراع المسلح الذي تجهده العديد من دول العالم. بطبيعة الحال القصاصة مأخوذة من وكالة الأمم المتحدة للأطفال، الموقع مبين أمامكم أسفل الشاشة www.un.org. إذا المطلوب هو تحديد هذه العناصر: مصدر القصاصة، مجالها، موضوعها، الشخصية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإحصائيات، وهذه كلها مرتبطة بعناصر القصاصة. إذا نعود إلى الأجوبة المرتبطة بالنص القرائي. قد طلب منكم أولا تحديد عنوان أو اقتراع عنوان للنص. إذن أول مجال القراءة، اقترع عنوان للنص. إذن بعد قراءة النص، فالعنوان الذي نراه مناسبا هو أن نقترح عنوان البيت أو المدرسة الأولى، ويمكن أن نضيف مهد المعرفة وغيرها من العناوين التي تصلح لهذا النص. العنوان أو السؤال الثاني: حدد مجال النص. طبعا حل بعد قراءة النص، لا شك أنكم أدركتم بأن النص ينتمي للمجال الاجتماعي، لأن البيت والأسرة والعائلة هي مؤسسات اجتماعية وتقوم بوظائف اجتماعية نبيلة. السؤال الثالث: اشرح بالضبط كامل. طبعا حل الكمال ضده النقصان، كامل إذا ضده ناقص، وصادقون ضدها كاذبون. بالنسبة للسؤال الرابع: الفكرة العامة للنص. يمكن أن نصوغها في جملة واحدة وأن نقول: إبراز الكاتب أهمية البيت ودوره في التربية والتعليم. كلما كانت الفكرة العامة مركزة ومختصرة في الجملة، كلما كانت صياغتها متحكم فيها. السؤال الرابع: جرد 4 ألفاظ دل على المجال الاجتماعي. إذا المجال يحتوي على معجم كبير يدل عليه. إذا يكفي أن يستخرج أو أن نستخرج 4 ألفاظ أو عبارات، مثلا كلمة البيت، كلمة العائلة، كلمة أو عبارة رب البيت، عبارة المدرسة الأولى، الناشئون، الخميرة البيتية، لأن المطلوب في السؤال هو ألفاظ أو عبارات. لهذا يمكن أن نستخرج الألفاظ البيت، العائلة، الناشئون، ويمكن أن نستخرج عبارات رب البيت والمدرسة الأولى بالإضافة إلى الخميرة البيتية. السؤال السادس: لماذا اعتبر البيت المهد الأول للمعرفة؟ لو عدنا إلى النص، نجد بأن البيت اعتبر المهد الأول للمعرفة لأنه يعلمنا مبادئ كل شيء نتلقاه في هذا الوجود. استخلص القيمة واحدة من النص. إذا القيمة المستخلصة في النص هو غرس القيم الفاضلة، عبارة دل عليها من النص، واستكمال الخميرة البيتية التي هي رأس مال في الحياة، ربة البيت هي المدرسة الأولى.
الخميرة البيتية بطبيعة الحال هنا تعبير مجازي، فالخميرة هي كل ما يوضع في العاجل لكي يختمر، وهنا المقصود هو مجمل المبادئ والقيم التي تغرسها الأسرة والعائلة في نفسية أو في أنفس الأفراد من أجل أن يخرجوا إلى المجتمع وهم مسلحين ومزودين بالمبادئ والقيم التي يمكن أن يمشوا بها في حياتهم اليومية. سؤال الثامن والأخير هو صوغ تلخيص مركز للنص زائد إبداء الرأي الشخصي. طيب هل يقبل كل جواب له علاقة بالمطلوب بأسلوب المتعلم الخالي من الأخطاء الإملائية واللغوية؟ إذن يمكن أن نضع تلخيصا لهذا النص من خلال أن نقول يبرز الكاتب علال الفاسي الأهمية الكبرى التي يحظى بها البيت ودوره في غرس القيم والمبادئ في أفئدة الأفراد دون أن ننسى وظيفته التعليمية، حيث يعلم الأطفال اللغة الأم ووسائل التواصل أو التخاطب اليومية. هذا تلخيص مركز لما جاء في النص، وبطبيعة الحال الرأي الشخصي يمكن أن نضيف رأينا الشخصي، كأن أقول مثلا بعد أن نقول وسائل التخاطب اليومية، وأنا أتفق مع رأي الكاتب لأن البيت هو المؤسسة والمدرسة الأولى التي يتخرج منها كل فرد من أفراد المجتمع. إذا فنكون قد أجبنا على تلخيص للنص، وفي نفس الوقت أيضا أبدينا رأينا الشخصي في الموضوع من أجل الحصول على العلامة الكاملة، وهي نقطتان، لأن هذا السؤال دائما السؤال الأخير من أسئلة القراءة دائما يحظى بحصة الأسد، ولهذا يجب أن نركز عليه جيدا في صياغة أولا التلخيص وأيضا في التعبير عن الرأي الشخصي. إذا نمر بعد ذلك إلى أسئلة الدرس اللغوي. طيب حل أسئلة الدرس اللغوي، الشكل أول عبارة لدينا هي كلمة مبادئ، إذن يعلمنا مبادئ كاملة. لو عدنا إلى النص نجد بأن هاتين الكلمتين سنجد مثلا بأنه في العبارة لأنها هي التي تعلمنا مبادئ جاءت منصوبة، كل شيء نتلقاه في هذا الوجود، عفوا الكلمة هنا المطلوبة للشكل هي كلمة الوجود، إذن جاءت الوجود جاءت مجرورة تعلمنا مبادئ كل شيء نتلقاه في هذا الوجود، في حرف جر، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، الوجود نعت أو بدل تابع لمنعوته في الجر. إذن بالنسبة للسؤال الموالي يستخرج من النص أنواع المعرفة والنكرة، عفوا أنواع المعرفة وحدد نوعها. إذن النص مليء بأنواع المعرفة، فمثلا أول معرفة لدينا هو كلمة البيت، فهنا نوعه معرف بأل
وكنا قد درسنا بأن أنواع المعرفة سبعة، وهي المعرف بأل، المعرف بالإضافة، العالم، أسماء الإشارة، أسماء الموصول، ضمائر، ومنادى قصد به النداء. إذا لو عدنا إلى النص فنجد بأن كلمة البيت هي معرفة بأل. يعلمنا مبادئ كل شيء إن تلقاه في هذا الوجود. إذا الاسم المعرفة الثاني وهو هذا، هذا نوع هذه المعرفة اسم إشارة. ثم لو أردنا أيضا أن نبحث عن معرفة آخر في النص سنقرأ مثلا: فبقدر ما يكون البيت كامل الوسائل المستوفية الشرط يستطيع الناشئون فيه أن يخرجوا للعالم وهم على مسكة عظيمة، إلا أن قال الكاتب: ولذلك فإن الذين هنا معرفة آخر وهو اسم، هذه المعرفة اسم موصول. ثم يمكن أن نضيف أيضا ربة البيت، فنوع هذه المعرفة معرف بالإضافة. ويمكن أن نضيف أنواع أخرى، مثلا عندما قال فالبيت هو هنا ضمير منفصل، وكذلك لأنها هي، فالها هنا هي ضمير منفصل، والضمائر هي من أنواع المعرفة. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث: جملتان تشتمل الأولى على ضمير متصل والثانية على ضمير منفصل. فيمكن أن نقول مثلا لو أخذنا مثلا المثال الأول، فهي التي تعلمنا، فهنا ضمير متصل، تعلمنا مبادئ كل شيء، فهنا ضمير متصل. طبعا إذا أردنا أن نحدد حكمه الإعرابي فسنقول بأنه ضمير متصل، طبعا حال مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأن ضميرنا قلنا بأنه ضمير مشترك بين النصب والجر والرفع، فهنا اتصل بالفعل، فالبيت والأسرة هي التي تعلمنا، فهنا جاء في محل نصب. المطلوب في المطلب الثاني وهو أن جملة تشتمل على ضمير منفصل، لهذا نقول أن نقول لأنها هي لدينا هنا الضمير المنفصل وهو هي. طبعا حال حكمه الإعرابي ستلاحظ بأن هنا هي جاءت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع خبر أن، واضح؟ إذن السؤال الموالي هو أجب بصحيح بنعم أو لا. السؤال الرابع: أجب لا أو نعم عما يأتي: المعارف سبعة أنواع. طبعا حال هنا المعلومة صحيح، إذن الجواب الأول سيكون بنعم، إذن الحالة الأولى ستكون بنعم. بالنسبة للحالة الثانية: الضمير المنفصل هو ما ليس له صورة في اللفظ، بطبعا حال الضمير المنفصل عكس ذلك، فهو له صورة في اللفظ، إذن هنا المعلومة خاطئة، إذن الجواب في الحالة الثانية ستكون لا. بالنسبة للمعلومة الثالثة: الضمير المستتر هو ما له صورة في اللفظ، وهذا خطأ، لأن الضمير المستتر هو ما ليس له صورة في اللفظ، إذا هنا أيضا المعلومة خاطئة. بالنسبة للحالة الأخيرة: العالم من حيث لفظه مفرد ومركب، وطبعا حال صحيح، ولهذا الجواب سيكون بنعم. إذا آخر سؤال وهو سؤال الإعراب: أعرب ما يلي هي مدرسة في التربية. بتحل الإعراب هنا الجملة جملة اسمية يتصدرها ضمير منفصل هي، وبتحل هذا الضمير المنفصل هو من الضمائر الخاصة بالرفع. إذا السؤال الخامس لدرس اللغة وهو الإعراب: إذا لدينا هي هو ضمير منفصل خاص بالرفع، إذا سنقول ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لدينا مدرسة خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. التربية
اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا الأجوبة عن مكون الدرس اللغوي. نقف عند هذه الأجوبة، أجوبة الدرس اللغوي على الشاشة. إذن كانت هذه أجوبة مكون القراءة. إذن أسئلة أجوبة نص الدرس اللغوي لدينا الشكل مبادئ الوجود كما هو على السبورة، أربعة أنواع من المعرفة. لدينا البيت معرف بأل، لدينا اسم موصول، هذا اسم إشارة، وربة البيت معرف بالإضافة. يمكن أن نضيف معارف أخرى مثل الضمير المنفصل، هي وهو الذي أو اللذان ولدا في النص. أيضا لدينا السؤال، جملتان تشمل الأولى على ضمير متصل والثانية على ضمير منفصل، ثم بين محلهما من الإعراب. لدينا يعلمنا قبل كل شيء، الضمير المتصل هنا مكتوب بلون أحمر في محل نصب، عفوا هنا تنقص الباء، في محل نصب مفعول به، لأنها هي هنا الضمير المنفصل، عفوا هنا هي وليست الهاء، الهاء ضمير متصل، إذن هي ضمير منفصل في محل رفع خبر إن. ثم أجب بلا أو نعم. المعارف سبعة أنواع، نعم، الضمير المنفصل هو ما ليس له صورة في اللفظ، لا، الضمير المستتر هو ما له صورة في اللفظ، أيضا معلومة خاطئة. العلم من حيث لفظه مفرد ومركب، الجواب هو نعم. بالنسبة لسؤال الإعراب، هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مدرسة خبر مرفوع، في حرف جر، مبني لا محل من الإعراب، التربية اسم جر وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. نمر إلى سؤال مكون التعبير الإنشاء. كنا قد توقفنا عند درس مهارة القصاصة، جمع قصاصات لإعداد جريدة القسم، وتعرفنا بأن القصاصة هي خبر صحفي يحمل مجموعة من الأحداث والأخبار المدعوم بمجموعة من المعطيات والأرقام في زمن محدد قصد إقناع المتلقي. ولهذا كنا في هذه الوضعية التقويمية وقفنا عند قصاصة حول وضع الأطفال في العالم. إذن يراعى في تقويم أجوبة المتعلم ما يأتي، أول ما الجدول المطلوب، لأن السؤال هو ما الجدول انطلاقا من القصاصة، ثم تحديد عناصر القصاصة بدقة، ثم سلامة اللغة من كل الأخطاء واستعمال علامات الترقيم، وكل عنصر له ما يقابله من النقاط. إذن نمر إلى عناصر الأجوبة أو عناصر القصاصة. إذن لدينا مصدر القصاصة هو الذي هو ماثل أمامكم، وكالة الأمم المتحدة للأطفال والموقع الإلكتروني لها. وبطبيعة الحال مصدر القصاصة قد تكون هناك مصادر مختلفة، قد تكون وكالة تعرضتم في كتاب مدرسي، وكالة المغرب العربي للأنباء، ممكن أن يكون جريدة، صحيفة، إلى غير ذلك. الآن لدينا موقع إلكتروني هو الذي أخذنا منه هذه القصاصة. بطبيعة الحال مجال القصاصة، تندرج القصاصة ضمن المجال الاجتماعي الاقتصادي. بالنسبة لموضوعها، الموضوع القصاصة بطبيعة الحال تتحدث القصاصة عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها أطفال العالم، خاصة في الدول والمناطق الفقيرة التي تشهد صراعات وحروب، مثل وقد أعطت الأمم المتحدة مثالا بسوريا والصومال وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات وحروب، خاصة في الدول الفقيرة إما في آسيا أو إفريقيا وبعض مناطق العالم. بالنسبة للأشخاص والجهات المعنية، لدينا الأشخاص والجهات التي ذكرت في القصة، لدينا أول الأطفال، المراهقون، الأشخاص، الأسر، الأمم المتحدة، دي كلها جهات. الأمم المتحدة هي جهة وليست جهة معنوية، وليست شخص مادي. بالنسبة للأطفال، المراهقين، الأشخاص، الأسر، هذه شخصية ذكرت في النص. بالنسبة للإحصائية والأرقام، ذكرت مجموعة من الأرقام التي يعني تعبر عن الوضع الكارثي الذي تعيشه أو الذي يعيشه الطفل في العالم. لدينا أولا 900 مليون شخص، بالإضافة بأقل من 1.90 دولار في اليوم، ازداد عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و11 الذين هم خارج المدرسة. وفقا لبيانات عام 2013 و2000، بلغ عدد الأطفال المراهقين الذين لا يذهبون إلى المدرسة حوالي 124 مليون شخص. وهذه كلها أرقام، الهدف من توظيفها في القصاصة هو التأكيد على الوضعية الصعبة التي يعيشها الأطفال، أطفال العالم، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا. لهذا بهذه ويمكن أن نضيف أيضا عناصر قصاصة أخرى لم نذكر، مثل مثلا الزمن مثلا ذكر سنة 2013 2014، ويمكن أن نذكر الأماكن، ويمكن أن نذكر الأحداث التي تدور في القصاصة. إذن عناصر قصاصة كثيرة، احنا اكتفينا في هذه الوضعية التقويمية بهذه العناصر الخمسة، مصدر القصاصة، مجالها، موضوعها، والأشخاص، الجهات المعنية، ثم الإحصائيات والأرقام. بهذا
نشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة قادمة بحول الله عز وجل.